اسمحوا لي النهاردة ان احنا نبتدي باسم شبكة تلفزيون النهار وباسم برنامج الستات ان احنا نقدم خالص العزاء لأختي وصديقتي مفيدة شيحة في وفاة والدتها وأمنا كلنا أمنا الغالية. يا رب ألف رحمة ونور لروحها، كانت أم لينا كلنا وخاصة للأصدقاء المقربين من مفيدة، كانت شخصية حنونة وعطوفة ويعني طول الوقت الحد اللي هي بتحبه بتدعي له من قلبها، ووقت ما كنت أنا في المستشفى كانت دايما تكلمني وتدعي لي وتسأل عني، وطول الوقت يعني كانت أم حقيقية وحبيبة، ويا رب يتقبلها بواسع رحمته وغفرانه، ويا رب الهمنا الصبر والسلوان ومفيدة وأسرتها، ودايما وإحنا بنقرأ الفاتحة للناس اللي غاليين علينا اللي رحلوا افتكروها في الفاتحة وفي الدعاء. والنهاردة إن شاء الله العزاء، واجب العزاء إن شاء الله هيكون في مسجد مشير في التجمع الخامس. كمان بنقدم واجب العزاء للصديقة العزيزة النجمة ايناس مكي وللنجم احمد مكي في وفاة الوالدة الغالية، الف رحمة ونور لروحها. مكي يمكن يوم السبت كتب بوست نشره على صفحته اعلن فيه خبر رحيل الوالدة ونعاها بكلمات مؤثرة وطلب من جمهورها الدعاء ليها بالرحمة. وبناء على رغبة الأسرة الجنازة حصلت في هدوء بعيدا عن تواجد الصحافة والإعلام، واكتفت العائلة بتلقي واجب العزاء عن طريق التعزية على السوشيال ميديا أو المكالمات الهاتفية، وبالتالي مش هيكون في عزاء خالص. التعازي لإيناس مكي ولأحمد مكي، وإحنا عارفين قد إيه برضو أمهم كانت ست عظيمة ورائعة وقد إيه هم كانوا مرتبطين بيها. يا رب الرحمة لأمهاتنا جميعا. من الأخبار اللي فيها قدر من السعادة، أوروبا بتتغنى بعمر مرموش. من امبارح والصحافة العالمية والمصرية ملهاش سيرة غير عمر مرموش والإنجاز اللي حققه مرموش، أول لاعب في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى بيسجل 3 ركلات حرة على التوالي في 3 مباريات متتالية من غير ما يضيع أي ركلة منهم. مرموش هو أعلى لاعب ساهم بأهداف في أوروبا الموسم ده، عنده 12 هدف في 15 مباراة. عمر مرموش بقاله سنين في ألمانيا، جزء منها كان احتياطي، اشتغل على نفسه وفضل صامد وكان بيروح إعارات، لكن كان في كل مرة بيثبت نفسه من نادي للتاني ومن الدرجة التانية للظهور بشكل أفضل، رغم الضغوطات الكبيرة ورغم محاولات البعض من التقليل من حجم موهبته وإمكانياته. عنده رحلة رائعة وصعبة كان ممكن تدفع أي لاعب للاستسلام أو إن هو يدور على تجارب بعيدة عن أوروبا فيها أمان وفلوس أكتر، لكن مرموش كان محدد هدفه وكان عارف كويس هو محتاج ايه. مرموش تحول تدريجيا لواحد من افضل اللاعبين في اوروبا من غير مبالغة، والاهم انه في بدايته ما كانش كده، هو تطور كبير جدا، وده السر في الموضوع. ساهم في 22 هدف كمان ومعندوش استسلام لاي ظروف صعبة، بيستغل كل فرصة للتطور. حكاية مرموش حكاية حلاوتها بتزيد كل لحظة. رائع جدا ان احنا يبقى عندنا حكاية محمد صلاح، حكاية مستمرة ان شاء الله، وحكاية مرموش بتبتدي وان شاء الله تستمر من افضل 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 ان شاء الله يا رب.